شوف ولدي، انا هاد المراه هاد الولد عندي زيزون، ما كيسمع ما كيهضر. ياك انا سميتي فاطمه الحرش، ساكنه في ارض بن عاشير زنقه الدار 154. هاد الولد عندي خاطع في هاد البلاصه هادي مع السبعه د العشيه، تعرضوا ليه اربعه قريساوه، واحد هز القرعه ديال الماء القاطعه ضربوا بها العين، الاخر هز قضبه تعطيها به لهنايا الكلوه لهاد البلاصه هادي. واحد فيهم تعتقل وثلاثة هاربين، من تيمشيو البوليس عندهم كيدقوا عليهم كيقولوا لهم فينا هما، كيقول لهم ما كاينينش ما كاينينش. دابا انا كنطلب من الله ومن المسؤولين، بغيت هاد الاولاد اللي عوروا لي ولدي، هو زيزور ما كيهضر ما كيسمع، بغيتهم يتعتقلوا، بغيتهم يترباو، تنطلبهم بغيتهم يترباو هاد الدراري هادو. علاش يديروا لهاد الولد؟ عنده بقات عنده عين وحده، الى فم الى هضره الى سمع. هاد الناس بغيتهم يترباو هاد الناس، تنطلب من الله ومن جلاله الملك يشوف من حاله هاد الولد، راه زيزون ما كيسمع ما كيهضر. هاد الناس يتعتقلوا، هاد الناس راه مجرمين، هاد الناس عداوا لي على ولدي، هاد الناس عداوا لي على ولدي بزاف. ولدي قاطع داو لي بورطابل، داو لي 4000 ريال، داو لي سنيسه من عنقو، عطاه بالما القاطع. بقات عنده عوينه وحده كيترجى الله، عين وحده اللي بقات عنده، عين وحده هي اللي بقات، الى سمع الى هضره. هاد الناس عداوا لي على ولدي، دعيتهم الله ونعم الوكيل، دعيتهم الله. هانتوما الدواء، هانتوما شحال ديال الدواء، هانتوما شحال ديال الدواوات، شحال ديال الدواوات في العينين الولد. علاش هاد الناس، علاش هاد المجرمين يضربوا هاد الدري بالما القاطع؟ علاش خلاو لي عين وحده؟ تنطلب من الله ومن جلاله الملك شو من حاله هاد المعاق، راه تعداو عليه، راه لا فم الى هضره. هاد الولاد انا كنطلب لهم يتعتقلوا ويترباو، راهم مجرمين. واش الدري غادي يدير الحلاقه وتحرضوا ليه؟ انا عييت بالدواوات وعييت بالسبيطارات. هاد الناس واحد سميتو هذا اللي ضربو، سميتو محمد بوسوارت ولد العمريه، تعتقل فيهم واحد وثلاثه هاربين. من كيمشي البوليس كيقولوا لهم واش الدراري كاينين، كيلحقوا الباب كيرجعوا كيقول لهم ما كاينش، مهربين ولادهم. تطلب من هاد الناس خص والديهم يحضروا، والديهم يثبتوا هاد الولاد يجيبوهم، هما مجرمين، يقدموهم للمخزن يقولوا هاد الولاد داروا هاد الجريمه لهاد الولد. اشنو ذنب هاد المعاق هذا؟ شنو ذنب هاد الولد؟ شنو هو ذنبه؟ خص هاد الوالدين هما اللي يزيدوا هاد الولاد، يقولوا شوف هاد الولاد يربيهم ويزيدوا منهم. كانوا هما اربعه، واحد تعتقل وثلاثه هاربين، تيسكنوا في هاد الحي، والولد عندي قاطع في هاد الرمبه هادي، هاد الرمبه قاطعه مع السبعه د العشيه، غادي يحسن. تعرضوا لي هنا فين كريسوه بالقرعه د الماء القاطع، هي فين ضربوه العين. هاد الناس نطلب من الله ومن المسؤولين يشوفوا حاله هاد الولد واعتقلوا هاد الدراري، راهم داروا ذنب. اشنو ذنبوا هاد المعاق؟ اشنو ذنبوا هذا اللي ما كيهضر؟ خلاو لي عين وحده. تنطلب من الله، راه تعداو على هاد الولد هذا، راه كنطلب من الله ومن المسؤولين يشوفوا من حالتنا وحاله هاد الولد. وهذا الشيء اللي كنقول، وكنقول من المسؤولين شوفوا في هاد الحاله ديالنا، انظروا في هاد الحاله ديال هاد الولد. خص هاد الولاد يتعتقلوا، خص هاد الولاد يتعتقلوا. واش الماء القاطع، الماء القاطع اللي ولاو تيكريسيو به، هذا راه ماشي حق. هذا مساعدة لهاد الولد اللي هو شي محسن اللي غيبقى في هاد الولد يعاوني بالدواء. رانا الدواء العملية من بعد غيديروا لي العملية، دابا العين محفورة، العين محفورة بالماء القاطع، خاص العين تتجمع. ودابا يا العملية غادي، دابا الطبيب هو اللي قال لي من بعد غترجع عاد غنشوف شنو كاين. دابا العين محفورة، ما عنديش باش نعين الله، موجود الله، عندي الله سبحانه وتعالى، ما عنديش. تنطلب من الله ومن المحسنين يشوفوا من حالة هاد الولد، راه لا هضرة لا شوف. انتم كتشوفوا في الحاله كي دايره، هذا الولد راه عنده ديبلوم، خرج ليا ديبلوم ديال الحلاقه، وكنت ناوي غنمشي للجمعيات وندور ونطلب على ولدي باش نفتح ليه، ودابا رزاوني في هذا الولد. اشنو ذنب هذا الولد؟ هذا الولد ها هو معاق وقاري، عنده تسعه وعنده ديبلوم ديال الحلاقه، وانا فرحانه بوليدي باش ندور للجمعيات ونفتح ليه تاهو حانوت باش تاهو ولدي يتكون ليا. شنو ذنب هذا الولد اللي عوره من عينه؟ شنو ذنب هالولد اللي هزين الماء القاطع؟ خاص المسؤولين يشوفوا هاد الحاله ونظروا هاد الحاله اللي عندنا. قال لك اربعه ضربوني، ياك واحد قريساني بالماء القاطع مغمد وجهه، جاب الماء القاطع قريساه، والاخر هز القضبه ديال الدنوي تيضربو، شاد القضبه تيضربو، داو ليه 4000 ريال وداو ليه بورطابل وداو ليه سنيسله من العنق. ياك قال لك هاد الناس عداو عليا، ضربوني لعيني بالماء القاطع. قال لك كنطلب الله يشوفوا من حالي، قال لك عوروني من عيني، عوروني قال لك من عيني هاد الناس. راه هذا راه منكر، راه هذا راه منكر، هذا راه ما يبغي حتى شي واحد. والدي مخازنينهم، واحد باه قال لك هربوا حتى السماعله،
اخرين مخبعينهم كيمشيو للبوليس كيخزنهم، واحد اللي تعتقل وثلاثه هاربين. علاش فينا مال المسؤولين؟ فينا مال المسؤولين اللي غايجيو لهذا السيد باش يجيبوا هاد الوالدين يجيبوا ولادهم، ولادهم يجيبوهم، اديو ولادهم بان تعداو على هاد المعاق هذا، عدو عين وحده ما كيسمع ما كيهضر.